تمام. طيب احنا معانا الاستاذ طارق من السعوديه، ومعانا زوجته اللطيفه الاستاذه مريم، وهم بس يعني عندهم حاجه عايزين يقولوها للناس، وفي نفس الوقت كمان حاجه ينبهوا بيها كل الاخوه اللي موجودين من كل وطن عربي في دخولهم وخروجهم، ازاي ممكن يجي القاهره بلدهم التاني طبعا يقدر يعمل عمليته، والخوف اللي بيبقى الناس خايفاه من عمليه الاورام اللي فيها، متخيلين ان هي عمليه ممكن تبقى فيها مشاكل كتير وما يقدروش ان هم يلحقوا زيارتهم العلاجيه اللي هم بيعملوها. اتفضل يا استاذ طارق. الله يعطيك العافيه. الحمد لله احنا اللهم صل على النبي توفقنا مع الدكتور وائل. والحقيقه انا عرفت زوجتي كذا دكتور، وكان عندها تليف في الرحم، ولله الحمد الكل يعني قال لي احتاجوا الاستئصال، وانا كنا خايفين من موضوع الاستئصال عشان لا ينزل شيء على الرحم. فوصلنا الدكتور وائل عن طريق التواصل الانترنت، والحمد لله قمنا بإجراء العملية عنده، وعملها بالمنظار والحمد لله. حضرتك ما كنتش مصدق ان احنا هنعمل العملية بالمنظار؟ نعم ما كنت مصدق انا. ولا انت؟ لا صراحة كل الأطباء واستشاريين وأطباء يعني أسماء كبيرة قالوا لنا إنه مستحيل بالمنظار، ولازم جراحة، وكنا خايفين على الرحم لأنه يعني كان ممكن الرحم يتأثر أو يتأذى، وأنا لأنه ما عندي أولاد فالموضوع كان حساس. إن شاء الله هيبقى معانا أولاد إن شاء الله. بإذن رب العالمين. إن شاء الله. طب لما استقبلت الخبر ده أو الناس قالت لك هنشيل الرحم او ان احنا ما ينفعش خالص ان العمليه دي تتعامل بالمنظار، كان ايه رده فعلك؟ هم ما قالوا شيل الرحم، قالوا بس يعني فتح بطن. واحنا خايفين من موضوع فتح البطن ده. انه يكثر ويوصل الموضوع للرحم، هذا كنا خايفين منه. فالحمد لله انه توصلنا الدكتور وائل وتمت العمليه بنجاح ولله الحمد، وهذا فخر لنا كلنا، كان مصريين وكان عرب وكان مسلمين طبعا. عندنا دكتور الله يبارك بالشكل ده، احنا والسعوديه اهل. الله يكرمك. بلد بس انا تعذبنا في موضوع التاشيره. طيب بصوا يا جماعه استاذ طارق، يعني احنا بنناشد مصلحه الجوازات، عشان انا عارف انت بنناشد مصلحه الجوازات. على فكره عندنا ضباط محترمين جدا وبيتفهموا جدا، وعارفين ان مصر دي هي بلد السياحه الاول العلاجيه للعرب كلهم. طبعا الاخوه السعوديين هم يعني اشقاء، وكذلك الاخوه السوريين هم اشقاء، فانا عارف ان دي دايما بتبقى فيه يعني مشاكل شويه في المرواح والمجاي، بس عاوزين نساعد يعني الناس اكتر، بالذات اللي بيبقى عندهم نازل عنده مرض. اوراق رسميه. عندي اوراق رسميه، انا زوجتي معي اوراق رسميه، كل وضع رسمي. يعني من اجي اقدم اوراق للسفاره يقول لي صدرنا بعد الشهر، راجع بعد الشهر. هم بيبقوا فاكرين بس ان هي زياره للسياحه، لكن هي السياحه العلاجيه دي حاجه مهمه جدا، فبيبقى جاي في مريض نازل يعمل العمليه بتاعته ويسافر مره اخرى. وكثيرا من الاطباء المصريين المحترمين الشرفاء في القطاع الخاص الطبي في مصر بيعانوا من نفس المشكله، بيبقى عندهم مواعيد كتير لعيانين جايين من كل الوطن العربي وبيبقى فيه مشكله. فطبعا يعني مصلحه الجوازات احنا بنناشدها من خلال المنصه الاعلاميه بتاعتنا، واحنا عارفين ان شاء الله هيسهلوا لحضرتك والناس كتير بعد كده. اتمنى كنا نقدم طلبي يعني ما يقعد اكثر من 3 ايام، يعني التاشيره ياخذها يعني ما تقعد 3 ايام، يعني اذا يكون عندي حاجه مستعجله اجي بالضبط يقول لي استنى بعد شهر. صعبة. بس انتوا عملتوا العملية وخلصنا كل حاجة في أسبوع. الحمد لله. وتوفقتوا في الزمن. أيوة. ألف الحمد لله على سلامتك. عندي كلمة أخيرة. تحت أمرك. والله يعني أنا بتوفيق من رب العالمين، وإنه توصلت يعني وصلت لقدرت أوصل لعندك، ودعوات والدين والله لي. الله يبارك. دعوات والدين بجوف الليل. الله يبارك لك. ودمعة أم مأهورة والله تدعي لك يا دكتور. الله يبارك لك. من آخر الدنيا والله. إن شاء الله ربنا هيسعدك. السعادة اللي انتوا تنتظروها. والله يا دكتور يعمل العملية عند حضرتك يا خلص. أنا كنت يائسة صراحة يعني. شرف ليا، ومصر بلدكم التاني، وإحنا تشرفنا بيكم جدا جدا جدا، وألف حمد لله على سلامتكم يا رب. الله يبارك لكم. شكرا.